اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ريكاب سيا من جديد وفي حلقه جديده لابري ماتش ونواصلوا فيها استعراض بقيه ارقام الخاصه بلاعبي فرق كره القدم بعد نهايه مباراه او مرحله الذهاب كامله مش مباراه واحده. دونك بدينا نحكوا على الارقام الخاصه بالمجموعه وبعض اللاعبين اللي فاتتوا الحلقات السابقه. يعاود يرجع للبلاي ليست نتاع لابري ماتش موجود فيها كل الحلقات، ينجم يكتشف العديد من الارقام الخاصه باللاعبيه كنا ديجا حكينا فيهم. ولحد الان مازال نحكوا على الدفاع، ما زلنا في خط الدفاع. واليوم باش نحكوا على نبيل العمارة المدافع الايسر الجزائري، باش نشوفوا شنو عطتنا الارقام نتاعو. دونك نبيل العمارة كان لعب 5 مقابلات مباراة، وكان غايب عن مباراة الجولة الاولى والثانية، دونك مباراة الرجيش ومباراة النجم الساحلي ما لعبش العمارة. دونك مجموع الدقائق اللي كان لعبها 355 بمعدل 71 دقيقة في المباراة الواحدة، وكان أساسي في 3 مناسبات وفي 3 مرات ما كانش مخرجش، دونك لم يتم استبداله في 3 مباريات. على بنك البدلاء كان مارتين، دونك كان سجلنا في 2 مناسبات تواجدوا على بنك البدلاء في مباراة مستقبل سليمان وكان دخل في دقيقة 28، ومباراة الأولمبي الباجي وكان دخل في دقيقة 57. نعطيكم بقية الأرقام دونك الخاصة بالخمسة مقابلات اللي كان ألعبهم. بالنسبة للمس الكرة كان مس الكرة 210 مرة بمعدل 42 لمسة في المباراة الواحدة، كان استقبل 127 تمريرة وكان أعطى 83 تمريرة بمعدل نجاح 90%، دونك معدل باهي لكن لازم تحسن شوي. ديما نذكر بأنه أحسن النسبة الباهية في التمريرات هي 95، فما فوق أقل تتسمى متوسطة بالنسبة للمعدل العالمي بطبيعة. دونك بالنسبة للتوزيعات، دونك هنا يضعيف شوية نبيل العمارة في التوزيع، دونك كان عمل 8 توزيعات بمعدل 1.6 توزيعة في مباراة الواحدة وبنسبة نجاح 25% أكهو، دونك معدل نسبة ضعيفة بالنسبة لي مدافع سونسي يعاون أكثر الهجوم في فطلوع متاع التوزيعات أي نمر مو زي ما جيب اختار على مرمى الخصم. بالنسبة للثنائيات الأرضية لديويل أيريان كان عمل 34 تيريسر بلوتو كان عمل 34 بمعدل 7 في المباراة الواحدة وبمعدل نجاح 82%، دونك باهي مش خايب. الثنيات الهوائية كان عمل 8 بمعدل 1.6 في المباراة الواحدة وبنسبة نجاح 75%، والعمليات الدفاعية ككل كان عمل 42 في 5 مباريات بمعدل 8.4 في المباراة الواحدة وبنسبة نجاح 81%. بالنسبة للكوتي أوفنسيف، دونك ما كما حكينا من الكوتي التوزيعات ما عملش بيرفورمانس باهية، التسديد نحو المرمى ما عملش حتى تسديد نحو المرمى لا كادري لا نون كادري، وبالنسبة للمخالفات كانت حصل على 5 وارتكب 1 فقط. وبالنسبة للركنيات اللي كان أعطاه للخصوم، يعني كرة هجمة للمنافس ولا توزيع وهو يقصها وتمشي للركنية 3 مرات في 3 مرات كان أعطى يعني ركنيات للخصوم. بالنسبة للإنذارات ما كناش سجلنا حتى إنذار، دونك لحد الآن 0 إنذار بالنسبة لنبيل العمارة. دونك فوالا هذه الأرقام العامة، دونك بالنسبة للملاعبي متوسطة أكثر شوية من متوسط، دونك ثم دي بوينز مخدمها اللي هي التوزيع نوتامو والثنيات الأرضية 50% نسبة نجاح مش خيبة لكن لازم تتحسن أكثر شوية. فوالا هذا ما كل ما يهم نبيل العمارة، دونك بإذن الله نعود نرجع بعد غدوة الحي السبت 4 ديسمبر في حلقة جديدة باش نحكو فيها على غازي عبد الرزاق اللي يلعب في نفس البوست نتاع نبيل العمارة، ونشوفوا شنو هي الفرق بيناتهم الزوز، ونشوفوا شنو الأرقام تاع غازي عبد الرزاق في المباريات اللي لعبهم. ديسيلا واصلوا تابعونا على ريكاب سيا على يوتيوب واشتركوا في القناة، وبالطبيعة واصلوا تابعوا كل أخبار نادي الفريق على موقعنا الرسمي كلوبيس.نت وصفحة رسمية على الفيسبوك كلوبيس.نت. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.